اهلا وسهلا بكم اعزائي بالحلقه السادسه من يوميات كريبتو. معي انا صديق بيطار، خبيركم المتواضع بالعملات الرقميه. حلقه اليوم راح تكون بتحتوي على تحليل لسوق العملات بعد ما صار انقسام البيتكوين جولد، شو صار بالسوق، وحديث عن الانقسام الجايه واللي هو اهم انقسام السيجويت 2X، وشو لازم تعرفوا عنه وكيف لازم تتحضروا له. خلونا نبلش ونشوف أول شيء شو وضع السوق. هلأ على الكوين ماركت كاب حاليا البيتكوين عم يتداول على 5766 دولار، الإثيريوم على 295. اللي صار إنه جزء كبير من العملات صعد بعد الانقسام، لأنه العالم رجعت سحبت المصاري اللي حطتها بالبيتكوين وحطتها بالالت كوينز، بقية رجعت اشترت فيها، بس البيتكوين بوقتها نزل شوي ورجع طلع وحاول يختبر مستوى 6000 أكثر من مرة. رح نشوفه على التشارت، بس مبدئيا السوق بحالة ترقب مثل ما شايفين، كله عبارة عن 1% up 1% down، فما في حركة كبيرة. السوق كله بحالة ترقب لشو بده يصير بالسيجويت 2X، لأنه هنيك رح يصير في تغييرات كبيرة بالسوق. الماركت كاب عم تتراوح بين 169 لل 171 72 مليار دولار، وهذا الشيء كويس لأنه مع هذا الشيء ما في أموال عم تطلع من السوق، وبنفس الوقت ما في أموال ضخمة عم تنضخ بالسوق. البيتكوين حاليا بتشكل 56.7% من سوق الكريبتو كله، وهذا بدل أنه إسا قبل الفورك وهالقصص كانت بتشكل بال 51 هالحدود، فهذا الشيء بدل أنه إسا العالم تارك مصرياتها بالبيتكوين، لأنه هي متوقعة أنه على الفورك الثاني سيجويت 2X رح تحصل على بيتكوين السيجويت 2X. فإسا العالم بهمة تترك مصرياتها بالبيتكوين، وفي عالم كتير ناطرة يكون البيتكوين على سعر كويس لحتى تقدر تشتري. إذا ما نشوف التشارت، هذا تشارت البيتكوين على الكوين يجي، بدي أعمل حلقة خاصة على الكوين يجي مشان إذا بتحبوا تتعلموا عليه أكتر. إذا منكبر شوي مثل ما شايفين، هلأ حالياً نحن إساتنا بأب تريند، وهذا إذا بنصغر شوي بيطلع معكم نحن ضمن هيدا التريند الصاعد. اللي صار هون ما أعرف ليش هيدي راح هذا الليفل، بس أوكي. عندك ليفل 4970 تقريباً، خلينا نقول 5000، ليفل 5000 هو كان الليفل اللي اخترق بالفترة الماضية بيوم 12/10 تماما، وما رجع تم اختباره. تمام، إذا مثل ملاحظين أكثر شيء نزل وقتها لل 5100، بس ما رجع تم اختبار مستوى ال 5000. هيدي نقطة شوي بتخوف، لأنه في احتمال كبير أنه يرجع يختبر هذا المستوى، لأنه غالباً السوق ما بيترك جاب وراء فجوة وراء غالباً، بس أحياناً بتصير. لذلك إذا بتلاحظوا هون كان هيدي الإجر أو الليج بالترند صاعد عملت قمة أعلى من هاي القمة بنسبة كويسة، بس بعدين لما رجعت نزلت ورجعت تطلع تعمل قمة تاني كانت الفرق بين القمتين كتير قليل، وهذا بشي بدل انه على ضعف الترند الصاعد. وفعلا رجع لهون ورجع عمل قمة اوطى منه بشوي، هسه ما اكتملت، بس هذا الشي بدل انه على ضعف بحالة البيتكوين بالترند الصاعد، وكونه السيجويت 2X قريبة لذلك العالم الظاهر شوي إسا متخوفة أو مستغلية إنها تشتري على السعر 5750.
الإثيريوم إذا بنطلع على تشارت الإثيريوم، الإثيريوم مبدئيا ما في شيء كتير يذكر، هو عبارة، هو حاليا إذا بتلاحظوا موجود ضمن مثلث عم ينقص أو بسموه descending triangle، مثلث عم يسكر. الإثيريوم بحالة خلينا نقول ركود أو بحالة زبزبة ضمن هيدا المجال. أنا برأيي رح يضل حتى يوصل لأحد أطرافه، وبعدين رح يصير حركة كتير كبيرة بالإثيريوم، احتمال لفوق احتمال لتحت، بس على الأغلب أنا بتوقع لفوق. مبدئيا هيدا التشارتات الأساسية. خلونا نشوف شو موضوع السيجويت 2X وشو الأخبار تعيدها. إذن شو قصة الفورك تبع السيجويت 2X؟ تمام، انقسام سيجويت 2X شو وضعه؟ ليش في انقسام؟ ما رح أرجع أحكي كتير تفاصيل تقنية، اللي ما حضر الفيديو تبع قصة البيتكوين لغاية الآن، ما هو الاختلاف بين أنواع البيتكوين ومن هي البيتكوين الأساسية، ياريت روحوا تحضروها، في كتير تفاصيل مهم تعرفوها ومفيدة جدا مقارنة بين أنواع البيتكوين. بس لحتى نحكي باختصار شو عم يصير. في خلاف أساسي على موضوع مين يتحكم بمستقبل البيتكوين. تمام، الصورة الظاهرة تعيته هي كيف بدنا نحن نحسن البيتكوين مشان تقدر تصير إلى قابلية توسع. تمام، البيتكوين عم تتوسع مع الوقت، ملايين العالم رح تفوت تستخدم البيتكوين، رح تصير عملة حقيقية، وسيلة دفع معتمدة بكل العالم، مضطرة توصل لمرحلة تقنية من التوسع إنها قادرة تستحمل ملايين عمليات بالثانية، وهذا الشيء عم ينشغل عليه بشكل مستمر، وفي عدة حلول مطروحة لتحقيق هذا الشيء. ومن هون عم تجي نقطة خلاف بين الأشخاص، كل شخص بيشوف عنده رؤية معينة بكيف ممكن تطوير هي قابلية التوسع تعيد البيتكوين. الخلاف الأساسي اللي عم يصير هلأ هو خلاف بين المطورين الأساسيين تعون البيتكوين، يشتغلوا على الكود تبع البيتكوين من وقت نشأته، مع مجموعة جزء من هذون، جزء صغير من هذون المطورين متحدين مع بزنس مان ومنقبين مزارع ضخمة للتنقيب، مع بعض عاملين كتلة، وهن بدهم يشقوا البيتكوين ويعملوا البيتكوين 2X. هدفهم، فكرتهم الأساسية انه البيتكوين هي تشتغل على 1 ميجا بايت بلوك، فانه هذا الواحد ميجا بايت عم يمتلأ بسرعة برأيهم، وعم يصير بكلف أكثر وأبطأ، بينما هنا رح يعملوا 2 ميجا بايت، فإنه بصير أسرع وأرخص وواوا. هذا الحكي طبعا برأيهم الخاص، أنا برأيي هذا الشيء ما أنه مزبوط. 1 ميجا هو كافي بالوقت الحالي، وعم ينشغل عليه بشكل صح، بس موضوعه كله عبارة عن فرصة للسيطرة على البيتكوين، لأنه إذا صارت البيتكوين 2X هي البيتكوين الحقيقية، رح تصير تحت سيطرة هدول المنقبين والبزنس مان للأبد. فلذلك الانقسام الجاي هو أهم وأخطر انقسام أنا برأيي بحياة البيتكوين لغاية الآن. فلذلك لازم نحن نكون كتير مترقبين وكتير متابعين شو عم يصير فيه. يمكن تقول انه انت ليش مركز على البيتكوين، او انه ليش ما بنحكي على عملات تاني. ببساطة اخواني، لانه البيتكوين هي اللاعب الاساسي بملعب العملات الرقمية. اذا البيتكوين نزلت رح تنزل معها كل العملات الرقمية، اذا البيتكوين فشلت رح تفشل معها كل العملات الرقمية. هي مثل ما بيقولوا مثل الجرافة
اللي بتفتح التلج لحتى تمشي السيارات بعدها بسلاسة. لذلك كتير مهم انه نراقب بتمعن وبدقة شو عم يصير بعالم البيتكوين وشو الخطوات اللي ماشي فيها لحتى نفهم ونعرف لوين ماشيين بهيدا العالم ونعرف كيف نستثمر منه ونستفيد من هاي الفرص. هلأ شو المفروض انكم تعرفوا او تعملوا خلال هاي الفترة؟ كان متوقع انه الانقسام يصير ب 18 الشهر، رجعوا قالوا 16 الشهر، والظاهر انه عم تصير عملية adjustment، تعديل لسرعة خلني نقول المايننج، تنقيب، فعم تعدل الزمن، فهلأ عم يقولوا بين 14 ل 15 الشهر، احتمال تنزل اكثر ما بنعرف، بس مبدئيا هيك كل ما قربنا كل ما بنحكي اكثر الموعد الصح، يعني تقريبا فيك تقول اسبوعين وشوي. الموضوع اقرب من انه نحن كنا مفكرين، لذلك السوق هلا رح يتحرك بناء على شو متوقع من هيدي الانقسام. الحقيقه هذا الانقسام قلنا انه خطير، اللي رح يصير فيه انه الاطراف المتحاربة بهذا الانقسام رح تحارب بعضها، كل واحد منهم معه هدول كلهم المطورين لقدام والمستثمرين لقدام، كل واحد معه مئات مدري آلاف البيتكوين، فهدول أشخاص بيقدروا يلعبوا بالسوق، لأنه أنت إذا معك رقم كبير من البيتكوين فيك تعمل حركات قوية بالسوق. هلأ اللي بصير أنه بتخسر إذا كانت الحركة غلط، بس فينا يعملوا حركة، هذا المهم. اللي حيصير انه في مقترح عدة انواع من الهجوم اللي حيصير بين الاطراف، ممكن ناخذ فيديو تفصيلي عليها بعدين، ما بعرف اذا بتحبوا تعرفوا فيديو تفصيلي عن انواع الهجوم و اكتبوا لي بالتعليقات اذا بهمكم الموضوع. بس الفكره اللي بتهمني انا وصلتكم اياها انه بعد الانقسام رح يصير في حركة عنيفة بالسوق. الحركة العنيفة هاي فينكم تستفيدوا منها بشكل كتير كبير. كيف نستفيد منها؟ إذا كان السعر بده ينزل بشكل كبير ففينك تاخده على سعر جدا منخفض، وإذا كان رح يرجع يطلع ويرجع ينزل، رح يرجع يطلع ويرجع ينزل خلال فترة قصيرة، ففيك تضل عم تشتري وتبيع تشتري وتبيع تشتري وتبيع وتعمل أرباح من هذا الاستثمار. هلأ إذا رجعنا على التشارت شوي وشفنا أنه أوكي هون رجع الليفل. أنا حكيت من قبل أنه مستوى 5000 لم يتم اختباره، وبتوقع أنا يا قبل الفورك يا بعد الفورك لح ينزل ويتم اختبار هذا المستوى. هلأ إذا صار بعدين حرب الأسعار ممكن السعر ينزل أكتر بكتير، ما حدا بيعرف، يعني ممكن يصير إشياء نحن ما متوقعين أو ما متخيلين تصير، لذلك نكون واحد كتير جاهز لهذا الموضوع. وين ممكن أن نستفيد؟ في مناطق أسعار معينة هي من أحسن الأسعار الواحد بيقدر يشتري فيها، ليفل 5000، ليفل 3000، وأخيراً الليفل اللي لم يتم اختباره وحكينا انه في جابات، جاب معين فجوه بالسعر ما بيتم اختباره احيانا، هو هذا احد هاي الجابات، هو ليفل 1300 تقريبا، مثل ما شايفين السعر رجع نزل بس لل 1750، ما اختبر 1300. هذا انا برايي اسوأ احتمال، اسوأ احتمال سعر البيتكوين ممكن ينزل لل 1300 ويرجع يطلع مثل الصاروخ. احتمال مستبعد، بس ضروري نكون جاهزين ومترقبين ومثبتين أوامرنا، ما في شيء غلط بهذا الموضوع. مبدئيا رح أحكي بس هيك لليوم. بالفيديوهات الجاية كل ما قربنا أكثر كل ما بنحكي أشياء أعمق بالموضوع تفصيلية أكثر، وإذا شفت في فرص بعملات تاني بهاي الفترة فممكن خبركم عنها. خبروني بالتعليقات شو عملتوا بالبيتكوين كاش اللي لكم، هل صرفتوها فورا بعتوها ولا لسه مخباينه ل ممكن بعدين لسعر اعلى، و
وبتمنى انكم تشيروا هذا الفيديو مع اكبر عدد من الاشخاص وعملوا لايك اذا حبيتوها وديسلايك اذا ما حبيتوها. وشكرا لوقتكم ولحضوركم، بشوفكم بالحلقة الجاية. سلام.